المحاضرة الماضية في introduction عن البيوتكنولوجي وفيما يتعلق بالإثكس، أوكي؟ وحكيت لكم إنه بدنا نعمل اليوم discussion عن الكيس اللي حكيت لكم إياها امبارح، لكن هاي الكيس ما راح أبدأ discussion الآن إلا بعد ما أعطي introduction سريعة. وبعد الانتروداكشن تيجي عندنا الكيس في نهايه السكشن الاولى ومنشوف الفيدباك اللي من عندكم. مثل ما حكينا في هذا الشابتر راح نغطي التعريف الايثكس والايثكس اند بايوتكنولوجي، وبعدين دور الايكونومكس والعلوم والساينس والكوميونيكيشن والتواصل بين الساينسز والايكونومست والبوليتيشنز اند سو اون. ذكرنا هاي الحاله امبارح some scientists they're cheating in their publications والهدف to manipulate data for the benefit of some parties. وايضا حكينا عن هاي القصه لوك ومارك التوينز و they're adopted as embryos, frozen embryos, وناقشنا شوي عنه. ندخل الان على تعريف الإثكس. حكينا الإثكس هي عبارة عن code of values for our actions، عبارة عن قيم، وهاي القيم تحكم تفاعلاتنا وانفعالاتنا في حياتنا العملية. لذلك لما أحكي bioethics، إذن هي الإثكس that deals with implications of biological research and biotechnological applications on humanity، وخصوصا فيما يتعلق في الميديسن. طبعا هي ليست محصوره في الميديسن، لانه there is bioethics في التعامل مع الانيمالز، مع البلانتس، with everything there is bioethics، لكن اغلب التركيز في هذا الشابتر راح يكون على الميديسن، وراح نتطرق لاشياء تتعلق بالنبات وبالبيئه وبالحيوان وهكذا. السؤال الاساسي بالنسبه للبايوإثكس اللي لازم يطرح قبل ممارسه اي عمل في البيوتكنولوجي أو الميديسن أو أي مجال، السؤال اللي لازم يطرح هو should this be done؟ هل لازم هذا الشيء ينعمل؟ في بعض الأشخاص يسألوا أو يطرحوا طرح خاطئ، وهو can this be done؟ هل يمكن فعل ذلك؟ طبعا هذا السؤال خاطئ، لأنه كثير من الأشياء we can do it، لكن قيمنا تمنعنا من هذا الشيء. أنت واقف في شارع والشارع في عمود وعليه إضاءة. You can break it. أنت تقدر تكسر هذا الضوء. تقدر تمسك حجر وترميه على الضوء وتكسره. إذن هل إذا أنا طرحت السؤال can this be done هو السؤال الحقيقي المتعلق بالإثكس؟ الجواب لا. الجواب should this be done. Okay. Should this be done؟ هل لازم أنا أكسر هذا الضوء؟ أنا في قاعة في الجامعة وقاعد على كرسي، أنا بقدر أكسر الكرسي. فإذا السؤال اللي بيتعلق بالإثكس إنه should this be done ولا can this be done؟ الجواب إنه السؤال لازم يطرح في أي عمل بنعمله is should this be done مش can this be done. وهذا بينطبق على البيوتكنولوجي. كثير من الأشياء بنقدر نعملها في البيوتكنولوجي، لكن should this be done؟ وأنا طرحت لكم هذا السؤال امبارح انه هذا الروستر الديك هذا ممكن تعمل له اسنان، تعمل له جينيتك موديفيكيشن عشان يعطيك اسنان. طبعا there is nothing like this in nature. Okay. فهاي الصوره هي فقط ادوبي مانيبيوليشن، لكن الهدف منها انه تحفز تفكيرنا وتحفز القيم اللي موجوده عندنا وتعطينا صدمة لنوع الأشياء اللي ممكن تنعمل في البيوتكنولوجي. وبنفس الوقت مثل ما حكى بعضكم إنه it's not necessary to be done، مش بالضرورة إنه نعمل هذا الشيء، يعني why should we do it؟ okay. فلذلك السؤال مش can this be done، it can be done، لكن السؤال should this be done. الآن بالنسبة للإثيكال ديسيجن ميكينج، لاتخاذ القرارات الأخلاقية، الكتاب طبعا هو نبلش طبعا بحكم إنه هو ما بعرف هل هو إيثيست، هل هو ذات دياني، ما بعرف عن المؤلف،
لكن هو بدأ بالنقاش بالهيبوكريت اللي هو هيبوقراط، وحكى انه it could be the first bioethicist. طبعا we don't know، لكن الدين الإسلامي الحنيف متواصل من بداية البشرية لحد الآن، وهذا الدين هو الدين الحق، والأشياء الأخلاقية كلها مطوية في هذا الدين، إنما الدين عند الله الإسلام. بيجي في الكتاب حكى لكم في Hippocratic Oath، وهذا الأوث للأسف اللي معظم الناس بيتخذوه الآن، قسم هيبوقراط. حتى الطلب الخريجين اللي من الطب والمجالات الطبية لما يقسموا عند التخرج يقسموا قسم هيبوقراط، وللأسف هذا شيء خاطئ بالنسبة لتعاليمنا وديننا. Anyways، الهيبوقراتيك أوث، قسم هيبوقراط إيش بحكي؟ Do not kill، okay؟ لا تقتل. To help or at least do no harm، okay؟ إنك لا تقتل الشخص أو لا تقتل الشيء، إما إنك تساعده أو على الأقل ما تأذي. Do no harm، ما تأذي، okay؟ وإحنا بنعرف في ديننا الإسلامي الحنيف إنه الإسلاميك أوث اللي هو no harm, no killing, no changing in creation، تمام؟ وهذا القسم الإسلامي وهذا التعاليم اللي يمليها علينا دين الإسلامي. إذا no harm, no killing or no changing in creation. الآن في approaches ناقشها الكتاب بالنسبة للإثيكال ديسيجن ميكينج. طبعا أكيد ما رح يتطرق للإثيكال ديسيجن ميكينج في الإسلام، وهذا من أكبر القصور في هذا الكتاب، إنه ما بناقش الإثيكال ديسيجن ميكينج في الإسلام. Anyways، رح نعرج عليها، لكن مثل ما حكيت في هذا الشابتر مش هدفنا إنه نعطي القرار النهائي، إنما إنه نحفز تفكيركم وتجدد القيم اللي موجودة عندك بحيث إنها تكون قيم عالية جداً وتمكنك من اتخاذ القرار الصحيح فيما يتعلق بأخلاقيات التعاملات، وخصوصاً فيما يتعلق بالبيوتكنولوجي والبيوإثيكس. Anyways، في الكتاب نناقش two ethical decision making viewpoints. الأولى هما بسموها utilitarian approach من utility، okay، والثاني deontological approach. Deontology يعني هو nature of duty and obligations أو nature of things، okay. فالutilitarian approach إيش بيحكي هذا؟ إنه something is good if it is useful، يعني أي شيء مفيد إذا كان جيد، إذا كان مفيد، okay. And an action is moral if it produces an action، هذا هو الفعل الأخلاقي إذا يعطيك the greatest good for the greatest number. هذا الـ approach، greatest good for the greatest number، إنه الشيء الأفضل للعدد الأكبر من الناس، okay؟ أفضل. أما the deontological approach اللي هو الكانتيان ابروتش او الديوتي ايثكس، هذا بيركز على certain imperatives، على اشياء اساسيه او مبادئ صلبه، absolute principles، مبادئ 1 2 3 خلص معروفين، 1 2 3 عنده، okay، which should be followed out of a sense of duty. ايش يعني sense of duty؟ اللي هي الواجب، and which should dictate our actions. اذا بناقش الواجب، ومثل ما حكينا عنده absolute principles. المقاييس الحديثه للبايوإثكس، اوكي، تم تعديل على two previous viewpoints في سنه 1970. فاليوتيليتيريان ابروتش او situation approach تم تعديله بواحد من علماء الاخلاقيات اسمه جوزيف فليتشر، والديونتولوجيكال ابروتش تم تعديله من قبل واحد بسموه بول رامسي، وتم تعديل اليوتيليتيريان بحيث صار اسمه سيتويشنال ايثكس،
situation يعني حسب السيتويشن حسب الوضع حسب السياق الحالي. أما الديونتولوجيكال صار اسمه أوبجكتيفزم، راح نحكي عنهم بالتفصيل. إذا يوتيليتاريزم اللي هو اليوتيليتاريان أبروتش، أوكي اللي حكينا عنه هون، أو سميناه سيتويشنال أبروتش، هذا بيركز على الكونسيكونسز ما بيركز على الانتنشن. إذا بيركز على النتيجة وما بيركز على النوايا، أوكي وبيعمل analysis للpossible consequences عشان يحدد إذا كان هذا الaction will have the greatest positive effects. إذا هو بيركز على إيش هذا الapproach؟ على النتائج، ما بيركز على النوايا أو على الأشياء المخطط لها في البداية. Disadvantages لهذا الapproach، أول أكبر disadvantage you have to assign a value to what is being considered. يعني ليش بدك تناقشه انت الان بدك تحط له value، بدك تحط له قيمه. اول مساله تصطدم فيها في هذا الابروتش اللي هي مساله اللوف اند فاميلي values، مسائل الحب للعائله للاب للام للاخ للاخت للابن للبنت، اوكي ومثل ما نعرف هاي values they're not easily quantified، من الصعب جدا في مكان انك تحط value لهاي الاشياء لحب العائلة، تمام؟ وايضا the quantifiable things مثل materials and lifespan could be emphasized. اوكي طيب lifespan مين بيقدر يحدد طول عمره؟ ما حدا. اوكي هذا من disadvantages لهذا الشيء، انه بيقدر يحكي لك انه الإشي اللي بدي أعمله بيعتمد على اللايف سبان للناس اللي بدي أعمل لهم هذا الشيء، أوكي؟ وبدي أكون تسقطوا هذا التفكير على السيناريو اللي حكيت لكم عنه مبارح اللي راح نناقشه في نهاية هذا السكشن. والأيضاً disadvantage who will do the calculation؟ مين اللي راح يحط لك quantifiable things؟ مين اللي راح يحط لك ال values لل love وال family؟ Okay, who's going to assign these values? مثل ما بنعرف احنا في المجتمع الغربي القيم الحب للعائلة والترابط العائلي مختلف تماما عن المجتمع الشرقي اللي احنا بنعيش فيه. المجتمع اللي عندنا القيم العائلية وحب العائلة والاحترام للوالد والوالدة والحب لهم وللزوجة وللأولاد، هاي قيمة عالية جدا تكاد تكون شبه معدومة في المجتمعات الغربية، إلا بعض المجتمعات اللي تبقى لديهم بقية من الأخلاقيات. الآن الـ other approach، deontological approach أو بنسميه objectism، إذن هو بيركز على objective، okay؟ عنده some absolute rules that cannot be broken. إذن هذا الـ approach تشعر إنه جامد، عنده خلص قواعد ما ممكن إنك تكسرها، ما ممكن إنك تغيرها، okay؟ is deeply held، has deeply held convictions. إيش يعني convictions؟ Conviction تعريفه ممكن تحكي it's like a formal declaration that someone is guilty of a criminal offense، okay؟ وممكن انه هذا الانسان اللي انت اعطيته هذا الكونفكشن يعني اتهمته بتهمه، اوكي او انه اعتقاد قوي جدا بانه هذا الشخص مذنب، اوكي فهذا المقصود فيها deeply held convictions، اوكي بغض النظر هل هي convictions دينيه او غير دينيه. الadvantage لهذا deontological approach إنه it has guidelines، عنده guidelines وعنده clear cut ethical formula، يعني خلاص عنده جواب قاطع. لكن disadvantage إنه هذا الجواب القاطع مش دائما هو الحل الأساسي في اتخاذ القرار الأخلاقي. إذا هذا disadvantage إنه إيش rigid جامد جدا، okay وما راح يأخذ في عين الاعتبار التغيرات في السيتويشن او في الفاليوز
اللي الموجوده في السيتويشن راح تاخذ فيه قرار. مثل ما حكينا هاي التو مين ابروتشز، وفي عندنا كثير من الاذر ابروتشز في العالم بياخذوها علماء الاخلاقيات، ممكن تكون واحد او اثنين او بلند of these approaches. Okay. الآن بالنسبة لأي واحد بده يدخل في هذا المعترك الـ ethics، لازم يكون عندنا key objectives، أساسيات أو أهداف حقيقية لازم تجمعها قبل ما تتخذ قرارك. أول شيء إنه you need to gather information، لازم تجمع معلومات كافية جدا قبل اتخاذ القرار. الثانية consider the facts، تأخذ الحقائق اللي أمامك بعين الاعتبار، وأيضا make a thoughtful informed decision، لازم قرارك هذا يكون informed، لازم تكون عارف إيش المعطيات اللي عندك وإيش ال advantages و disadvantages، بعد التفكير العميق تأخذ قرار. When debating contentious ethical issues we have to respect and consider the other points. وهذا شيء مهم جدا ودائما ينحكى فيه انه when you discuss something بغض النظر عن القرار للشخص اللي راح يتخذ الشخص اللي قدامك you have to have respect for their viewpoints. لانه ممكن هذا الشخص شايف شيء انت مش شايفه. Okay. فلذلك دائما when debating ethical issues لما تناقش الناس في القضايا الأخلاقية you have to have respect for others. حتى لو كنت تختلف معه تمام الاختلاف you have to have respect for their viewpoints. Okay. وما حدا له حق انه to impose their opinions on you. اي واحد له الحق في اتخاذ القرار او ابداء وجهة النظر طالما انه هذا النقاش موجود ومطروح على الطاولة للنقاش. الآن بما أننا نحكي عن informed decision لازم أن الإنسان يتخذ قرارات بناء على معلومات كافية، وبيدخل في هذا الشيء لما يحكي عن معلومات كافية إذن راح يكون عندك عدد كبير جدا من المعطيات، وهاي المعطيات you have to study them using statistical probability. Okay. اللي هي إمكانية حدوث شيء سيء بالنسبة لهذا القرار. وأيضا how negative is the possible effects. أنا بدي أتخذ قرار، طيب بدي أشوف هل هذا القرار راح يصير في possible negative effects، كم الإمكانية لل possible negative effects هاي. وأيضا بدي أخذ what we call risk assessment، كلنا نعرفها اللي هي تقييم المخاطر، وهذا it has to be considered of the likelihood that something harm or unintended will happen in making this decision. إذا risk assessment إيش هي؟ تقييم المخاطر إنه كم إمكانية حدوث شيء مؤذي أو مش مقصود إنه ممكن يحدث. أوكي؟ وبناء على هذا الشيء اللي حكيته بدنا ندخل على الاكسرسايز اللي طرحته عليكم المرة المحاضرة الماضية. وهذا الاكسرسايز أذكركم فيه إنه في عائلة they pull on the Grand Canyon in their car في Grand Canyon. هي منطقة في صحراء نيفادا في أمريكا وهي معروفة بمرتفعاتها الشاهقة. أوكي. والال parents بيخرجوا من السيارة، أوكي، وبيسكر السيارة، و they will leave their three young children asleep in the backseat. إذن ثلاث أطفال في الكرسي الخلفي ونايمين. ومثل ما حكينا، الشخص اللي كان سائق السيارة هذا الأب أو الأم نسي إنه يرفع الهاند بريكس، أوكي. وأوريدي صاروا في مسافة بعيدة عن السيارة وبدأت السيارة تدحل باتجاه الكليف المنحدر. ومثل ما حكينا أنت بتضع حالك في مكان شخص
مشاهد لهذا الحدث. اوكي، وكمان في حكينا انه في رجل ضخم قريب من السياره. اوكي، مطرح ما هي بتدحل، الشخص هذا قريب من المكان اللي هي بتدحل عليه على وشك انها توقع على الكليف. والان القرار اللي انت اتخذته انك تدفع هذا الشخص امام السياره، اوكي، بحيث انك تضمن انه السياره تبطل تدحل، اوكي، وانها either crushed or pushed over the edge. اوكي، ايش القرار بدك تاخذه؟ هل انك تدفع الشخص هذا ويوقف السياره، لكن مثل ما حكيت لك انه دفعك للشخص هذا امام السياره راح يؤدي الى وفاته، او ممكن احتمالي كبير يؤدي الى وفاته، او انك خلاص تترك السياره هاي وتدحل وتوقع في الكليف في المنحدر، والاطفال اكيد راح يموتوا لانه المنحدر قوي جدا. لو انت كنت مكان هذا الشخص، what would you do؟ ايش القرار اللي بدك تاخذه انت الان في هذا السياق؟ تفضلي يا تقوى. يعطيك العافيه دكتور، صوتي واضح؟ واضح. تمام. انا هسه لو كنت مكان الشخص هذا المشاهد، مش راح أدفش هذا الشخص الضخم، لأنه هو الإشي الأطفال الموجودة في السيارة سبب غيره ينزل على المنحدر، فأنا ما بقدر إني كمان أقضي حياة شخص إنه أنا ما إلي سبب الموضوع، فممكن إني أطلب مساعدة بحيث للأولاد الصغار هذول إنه مساعدة خارجية، أما إني أنا أدفع هذا الشخص عشان إني أنا أنقذ أشخاص ثانية وأنا كمان ما ليش سبب في الموضوع كله، فما مش رح أدفش أبدا. طيب جميل، شكرا. تفضلي حنين. دكتور، ممكن إنه أحاول أنا والشخص اللي يعني لو كنت أنا موجود، يعني لو أحاول أنا والشخص السمين اللي حكينا عنه إن نحاول إحنا نوقف السيارة، يعني ما بترك الأطفال يتأذوا ولا الشخص السمين يتأذى. وإذا ولو ما كان فرضا الشخص السمين أصلا مش موجود، ممكن أخلي إنه القدر هو يختار، لأنه بالتالي يعني أرواحنا بإيد ربنا سبحانه وتعالى. طيب جميل، تفضل يا أسيل. أكثر أنا ما يعني مش ما رح أخلي هذا الشخص الناصح يقف بوجه السيارة وهو اللي يموت، لأنه إذا حكينا إن المنحدر كتير قوي فاحتمال إنه ما يمسك بالسيارة، فإحنا رح نخسر الشخص الناصح ورح نخسر الأطفال الاثنين، يعني هذا مش حل. ممكن أخذ إني إذا بوضع حجرة تحت العجل هاي بتكون بتزيد الاحتكاك تاع السيارة، بتثبت أكثر من إني أعرض حياة شخص آخر. طيب جميل، فاطمة تفضلين. دكتور، بس أنا عندي سؤال للامتحان، إني أنا كتبت جين غانز بدون جمع، فبتحسب لي غلط؟ يا فاطمة، حكينا لنهاية الامتحان، لنهاية المحاضرة إذا سمحت. تمام، ماشي. تفضلي يا منار. دكتور، بدي أحكي عن الموضوع. زي ما حكيت تقوى أول إشي، إنه أنا مش إنسان مخول إني أختار إذا أدفش هذا البني آدم أو لا، بس إذا أنا كنت إنسان مخول ويعني عندي يعني خلص من معتمدين علي إنه أنا لازم أختار، يا إما أحط الزلمة تحت السيارة يا إما توقع السيارة بالشو اسمها بالكانيون، فأنا بحط list بالpros and cons. فممكن أنا إذا وقعت السيارة بالكانيون حخسر الأطفال الثلاثة، وهيك ثلاث أرواح، ورح تنفجر السيارة احتمال كبير من البنزين اللي جواتها، فاحتمال إذا كان في ناس بقاع الكانيون شو اسمهم يتأذوا. أما أنا إذا بخسر شخص واحد، يعني إحنا زي ما حكينا أول إشي إنه إحنا بنلاقي أقل ضرر ممكن يصير، فبحس إنه خسران شخص واحد أهون شوي. طيب جميل. طيب نشوف ناس من الحضور معنا. سلام عزام، تفضل. أنا الآن بختار ناس من الحضور.
الاسامبشن ان يكونوا حاضرين طبعا. طيب وسامة كفاوين جميل. قصي الحر رقى زبون حنين خطيب حنين جاوبتي انتي. ايهاب ايهاب زبون دكتور انا جاوبت حنين جاوبتي ايهاب شكرا يا حنين. ايهاب زبون آية ترتيب دكتور تفضل يا آية رأيك. بفضل إني أخسر روح واحد مقابل إني يكون في يعني دمار وأخسر ثلاث أرواح، أو إذا كان في أي إمكانية إن أنا أوقف السيارة بدون ما أخسر كمان الشخص الثمين، إني إن نحاول إنه إحنا الاثنين إن ندخل جوا السيارة نرفع الهاند بريك، نعمل أي إشي نوقف السيارة بطريقة تانية غير إني أنا أخسر روح الشخص الثمين ولا أروح الأطفال. طيب جميل. طيب هديل أبو سليمان لميس مهرات أنا عندي دكتور تفضل لميس موجودة. دكتور أنا مش مع إنه نرمي الشخص لأنه هو أصلا مش غلطه الشيء اللي صار، هو غلط الأب هو اللي نسي، فأنا مش رح أعرض حياة الشخص مشان أنقذ الأطفال. فإذا كان يعني هم يعني بحاول أعمل أي شيء لأنقذ السيارة وما قدرت خلص هو هيك نصيبهم، بس مش إني أموت الشخص مشانهم هم بسبب غلط مش غلطه أصلا. إذا أنت مع إنك ما تضحي بالشخص هذا؟ لا ما أضحي فيه. طيب جميل شكرا. ليندا ضليل عبد الله الزعبي نادر البسط جميل. شايفين كيف الناس بيكونوا معنا ومش معنا. أنوار زعرير صلاح سلوم تسنيم عناية أي. زينب نايف ما في. إسراء الديك هبة مرعي نعم دكتور رأيي صوتي واضح؟ واضح. يعني أنا راح أحاول أعمل أي شيء بإني أقلل عدد الخسائر اللي ممكن تصير، يعني مثلا يروح شخص ولا يروح أكثر، فهيك رأيي بس. بمع أنك تضحي في الشخص يعني هذا. طيب بس. شكرا عفوا. ترنيم صبرات تفضلين. فلسطين آية توفيق مها محمود سارة عمران آية محمود دكتور تفضل يا هيا. هو دكتور يعني مثل زميلات يعني بتفق معهم بهذا الشغل انه بحاول احصل اي يعني اقرب طريقة انه ان شاء الله ما اخسر فيها ولا اروح،
انه تساعد انا وهذا الشخص السمين. زميلاتك انقسموا لقسمين، ناس بقول لك انا بضحي وناس لا، انت مع اي طرق؟ لا انا ما بضحي، بحاول القى اقرب طريقه انه انا احفظ فيها ان شاء الله، يعني بعد الله الارواح يعني، واطلع باقل الخسائر. طيب ما هو اذا انت مع رميت الرجل هذا راح توقع السياره وثلاثه راح يموتوا. والله يا دكتور مش عارف، يعني انا بحاول القى برضه يعني اقرب طريقه انه انا ما اخسر فيها ارواح او يتضرر احد. ما هو راح يموت ثلاثه، مش عارف يعني برضه يا دكتور هي كمان بترجع مثلا بالموقف على حسب مثلا انه هو الشخص يعني كيف احنا شرحنا الموقف يتصرف. احنا بدنا رايك انت، رايكم انتوا نفسكم لو انت كنت مكان هذا الشخص ايش اللي راح تعملوه؟ انه بحاول مثلا اتساعد انا وهذا الشخص السمين، يعني انه عشان انا ما اخسره كمان ولا اخسر اللي بالسياره. اوكي طيب شكرا. اسراء تفضلي. اسراء ابو اللوز. سيرين النيرب. دانا اكرام. حنايا محمد. نعم دكتور. تفضلي حنايا. دكتور حنايا ولا هدايا؟ حنايا. لا مش أنا. مجد إبراهيم. فاطمة علي. فاطمة أنت جاوبتي لا، سألتك عن امتحان. أعطيني رأيك يا فاطمة. فاطمة الساعد. فاطمة الساعد أعطيني رأيك. نعم. شيماء وليد. دكتور. تفضل يا شيماء. بشوف إنه ما في مجال غير إنه يروح السمين مقابل هذول الثلاثة. شوفي إنه مقابل الثلاثة يروح السمين، ليش؟ يعني هيك أقل خسائر، ما في غير هيك، يعني ما في مجال غير هيك بشوف. طيب شو ذنبه؟ بس الثلاثة كمان شو ذنبهم يعني؟ يعني هيك في شيء رح يروح، يا إما واحد يا إما كلهم. وبإيدك القرار. إذن إيش الأبروتش اللي اتبعتيه أنت؟ أبروتش إنه مجال غير إنه نضحي بالسمين، اللي هو يعني الشيء الجيد الأكثر يعني. تحكي معي مضبوط إذا سمحتي. عفوا دكتور، أسأل سؤال، إيش الأبروتش اللي بتمشي فيه؟ قال إنه نضحي بالسمين مقابل هذول الثلاثة. شكرا. يارا محمد. ابن عماد. دانا هبابي. رغد إبراهيم. نعم دكتور. يا رغد، بالنسبة لي بهيك موقف الواحد بده يكون يعني يحسب حساب لقدام شو ممكن يصير، كأنه تحكيم ضمير. فبالنسبة لي إنه فكرة أكون سبب في مقتل بني آدم حيكون أثره أقصى وأقوى من إنه شغلة صارت تحصيل حاصل وأنا ما إلي إيد فيها، فما بفضل إني أرمي أي حدا قدام السيارة. إذا أنت فكرتي في إنك تكوني أنت السبب في قتل بني آدم؟ لا العكس، إنه ما بفضل أكون سبب في قتل بني آدم. Exactly، هذا اللي بعنيه. إذا أنت مع إنك ما تدفعي هذا الشخص. بالضبط. لكن انت لو تدفعيه ويجي قدام السياره ويموت هو، انت بتكوني سبب في انقاذ حياه ثلاث اشخاص. هو اوكي، بس اني اكون سبب في قتل انسان اكون انا بايدي دفعته، الموضوع اتوقع يعني اقصى علي كبني ادم يعني في المستقبل. اثر رجعي. شكرا يا رغد. رؤى خليل.
نعم دكتور. إيش رأيك يا رؤى؟ أنا ما بضحي فيه، لا، إنه نحاول نلاقي أي طريقة ننقذ فيها الأربعة، بس إنه ما أضحي في الرجل. هاي الطريقة الوحيدة إني تدفع الشخص هذا؟ لا ما بضحي فيه. طيب خير. مثل ما شفتوا أنتوا، رجعنا اللي رافعين إيديهم خلاص lower your hands please عشان نمشي. دكتور بس بعد إذنك أنا بدأت علي والمايك ما فتح معي. انتهى الوقت إذا سمحت. إيه؟ بدنا نكمل المحاضرة. إذن المسألة اللي بدنا نمشي فيها إحنا إنه نرجع على الأبروتش هذا. مثل ما شفتوا القرار مش بهاي السهولة. في من الناس اتخذ قرار إنه أنا مش راح أضحي في هذا الشخص لأني أنا بكون تسببت في قتله، وأشخاص آخرين بقول لك أوكي أنا بضحي فيه والهدف إني أنا بنقذ حياة ثلاث أطفال. Other people will say إنه أوكي هاي ثلاث أطفال وفي مقتبل عمرهم ولساتها حياة قدامهم. بعض الناس اللي ناقشتهم في هذا الشيء بقول لك لا الكبير هذا من ضحي فيه خلص يعني كفي عاش من عمره قد ما عاش. نرجع نطبق هاي الأشياء كلها على الكودز اللي عندنا، القيم اللي عندنا. مثل ما حكينا احنا قيمنا الإسلامية تحتم علينا أشياء أساسية. في بعضكم حكى إنه لا أنا ما بقتله لأني أنا ما بدي أتسبب بقتل بني آدم، يعني أنا بدي أدفع هذا الشخص وأنا فعلياً اللي بكون قتلته. أوكي؟ فلذلك المسألة ليست بهاي السهولة. الـ ethical decision, taking an ethical decision is not an easy thing. لكن بالأساس الإنسان لازم يقوي مجموعة القيم اللي موجودة عنده ويرجع على الـ belief اللي عنده وإيش هذا البليف يحتم عليه هاي القيم. okay. فلذلك المفروض أن نرجع ونزور مجموعة القيم اللي عنا ونتأكد من فهمنا لقيمنا الموجودة عنا، وهل هي قيم لما أنت تفكر فيها موافقة للإشي اللي أنا حقيقة بدي أكون هذا الشخص ولا لا. فكان هذا بشكل عام هو الإثكس. أوكي. ولأجل هاي الـ kind of discussions وبوجود البيوتكنولوجي والpossibilities الجديدة اللي بيقدمها علم البيوتكنولوجي، اجتمع العلماء في سنة 75 عشان يناقشوا سلامة الـ recombinant DNA technology وأيضا الآثار المترتبة على استخدام الـ recombinant DNA technology. أوكي. وهذا بيحدد لنا whether هاي الأشياء منيحة نستخدمها ولا لا. فلذلك الـ ACLMR conference كان بيحكي إنه recombinant technology it could be controlled in a way that would preserve safety for humans and environment. إذا لازم الـ guidelines اللي نحطها إنها يتم التحكم فيها بطريقة تحفظ سلامة الإنسان والبيئة، ولذلك حطوا guidelines for different levels of biosafety containment. Containment اللي هي يعني الحجر أو الاحتواء المخاطر البيولوجية. أوكي. نيجي الآن ونرجع لل safety of products اللي cells and their products. مثل ما حكينا في بعض المواد تعتبر carcinogens، في بعض المواد تعتبر teratogens. teratogens اللي مثل ما حكينا أو معروف عندكم خطوة في genetics إنها it causes يعني malformation of embryos. okay. بتأثر على الأجنة. الethical concern of harming rather than helping. تمام. إذا هل أنت بتساعد ولا بتأذي؟ يعني مثلا
الآن لما واحد يروح يأخذ عملية طبعاً بده يتخدر، أوكي؟ طبيب التخدير راح يعطيه جرعة، وهاي الجرعة لازم تكون دقيقة جداً، إنه يعطيه جرعة كافية لتخديره. وإحنا بنعرف كلنا إذا هاي الجرعة زادت شوية تكون قاتلة لهذا الشخص، أوكي؟ فلذلك لازم يكون في الـ issues of safety is taken care of لأي product بده ينتج، سواء كان خلية أو product زي proteins أو genetically engineered product whatever، إنه يكون خالي من المخاطر ويكون safe. وأيضا الـ issue of efficacy اللي هي effectiveness. مثلا بتيجي الشركة بتروج لدواء وبيقول لك إنه هذا الدواء 1 milligram of this drug is enough to cure this disease whatever disease. لكن الشركة هاي it happened إنهم ما عملوا analysis كافية مثل ما حكينا في chapter البروتين as product، وتبين إنه هاي الشركة مكتوب على العبوة إنه 1 milligram، لكن حقيقة الدواء هذا is not as effective. لذلك this is related to ethics. Okay؟ ليش عملت الشركة هيك؟ بدي أوفر لي شوي بالquality assurance، بدي أوفر لي one step of purification عشان أخلي الprofit تبعي أعلى. إذن من الethics اللي لازم تأخذ في البيوتكنولوجي product هي الefficacy. You know, it's really doing what it's supposed to do, or it's really effective as it's supposed to be effective. Okay. وأيضا خلال biotechnology clinical trials or preclinical trials إحنا نعرف إنه مستخدم animals. حتى ال animals هاي they have to be treated humanely. Okay. إنه يتم التعامل معها بطريقة إنسانية، مش إنه هذا حيوان للتجارب إني أنا أروح وألعب فيه. لا. ومثل ما حكينا في chapter biotechnology, animal biotechnology, you know, we have to do a power test. You know, what's the minimum number of animals needed to give me a statistical valid results? العدد الأقل من هاي الحيوانات اللي لازم أستخدمها عشان يعطيني نتائج تكون هاي النتائج كافية وتكون significant. Okay. وأيضا you have to test this in appropriate species. مثل ما حكينا في كثير من المواد إذا استعملتها على حيوان معين مش راح تعطيك نفس الإفكت. مثال واحد من السيديتيفز اللي هي المواد المخدرة اللي هو الثاليدوميد. هذا الثاليدوميد لما عملوا pre-clinical testing وجدوا اشتغلوا على الرودنتس، أوكي؟ وجدوا إنه was safe، لكن بعد فترة وجدوا إنه it is causing birth defects in primates. Okay؟ فإذا بذكركم في مسألة الـ animal biotechnology إنه we have to try this on two different species of animals before moving to clinical trials on humans. Okay؟ لأنه هذا الدواء it was safe for rodents، لكن بعد هيك اكتشفوا إنه بيعطي defects للمواليد. أيضا genetically modified crops لما حكينا في plant biotechnology، بعض الناس they believe in you are what you eat، يعني الإشي اللي بتاكله بصير أنت، أوكي؟ فكثير من الناس اللي في الغرب بيحكي لك I am a vegetarian، أنا vegetarian نباتي. ليش؟ لأنه بقول لك النباتات هي منتجات أولية، والمنتجات الأولية prefer the lighter isotopes of elements. فعشان هيك أنا ببني جسمي من مواد بتكون lighter isotopes. أرجع على مسألة الكيمستري والبيوكيمستري وشوف الفروق بين lighter والheavy isotopes. Okay؟ ففي بعض الناس عندهم they have this belief. You are what you eat. لذلك they prefer to eat plants. بنفس الوقت this group of people بحكي لك إنه okay
إذا أنت بتجيب لي genetically modified crop, then eventually I will be genetically modified. That's the belief they have. Okay. لكن نناقش المسألة من ناحية علمية. في عندنا several concerns with genetically modified crops. الأولى إنه the plant itself, it will maintain its integrity. Okay, يعني شجرة موز ما تصير شجرة برتقال. وأيضا the possible effects of altering the plant on the ecosystem and the overall biodiversity. وهذا شيء مهم جدا. إحنا بنعرف ودرسته في الإيكولوجي إنه الإيكوسيستم is a complete synchronized group of species from different levels. كلهم عايشين ومتعايشين مع بعضهم البعض to maintain the stability of the ecosystem. فلذلك إذا أنا دخلت genetically modified plants كيف هذا النبات رح يأثر على الإيكوسيستم وخصوصاً على البيودايفرسيتي لما حكينا عن النباتات المقاومة للغلايفوسيت مثلاً. أوكي؟ أو النباتات المقاومة للحشرات وهكذا. الآن بدنا ندرس في هاي النباتات الإفكت on non-target species. أنا ما بدي أدرس بس أثر هذا الشيء اللي بينتجه على السبيسيز نفسه. أتذكر إنه هذا النبات رح يكون في environment وهاي الenvironment فيها hundreds or thousands of different species وكلها بتعطيني stable biodiversity عشان تعطيني stable ecosystem. Okay. فالسؤال اللي بينسأل how will the crop be used إذا كان هذا the crop genetically modified كيف رح يتم استخدامه. أيضا is it safe to the مثل ما حكينا the ecosystem, is it safe if you need to feed it to animals, هل هذا ال plant رح يكون safe to animals أو إذا كان human consumed product, ذرة قمح شيء بيأكل الإنسان tomato. Is it safe for humans? وأيضا إحنا نعرف إنه لما عملنا genetic modifications للplants إنه في other genes they have to get into the genetically modified plant. زي marker genes, antibiotic resistant genes. طيب هاي ال genes they have to be taken into consideration. Okay. إيش راح تأثر؟ في الكتاب ناقشت لك الـ possible interaction with considerations للـ genetically modified crop في الـ Bacillus thuringiensis modified corn. وإحنا حكينا الـ Bacillus thuringiensis في عندهم CRY gene اللي هم naturally كانوا زمان يستخدموا البكتيريا إن يرشوها على الحقول عشان البكتيريا هاي تفرز a protein اللي هو ناتج عن CRY gene وهذا البروتين يقتل الحشرات وبالتالي بيكون نبات أفضل. طبعا genetically modified crops مثل ما شفنا إنه الجين is inserted through the vector, okay, وبعدين transfected into a corn والcorn هذا راح يصير transgenic corn. طيب إيش هذا the transgenic corn راح يعمل؟ طبعا it will target insects. طيب إيش الانسكتس اللي راح تعملها targeting؟ كل أنواع الإنسكتس راح تموت بمجرد ما إنها توكل من هاي النبات الذرة وبالتالي أنا قتلت الحشرات النافعة والضارة. أنا كان همي إني أقتل الحشرة الضارة لكن بسبب هذا الجينيريك موديفيكيشن أنا بقتل كل إشي قاعد. أوكي؟ وأيضا أنا قاعد هذا النبات لما يصير ترانسجينيك ومقاوم للأمراض إذن هو اللي رح يطفى في الحقل وبالتالي الـ other corn plants ما رح يكون عندها advantage إنها تنمو. تمام؟ وبالتالي أنا بعمل اختلال في الـ ecosystem وأيضاً كثير من الـ ecosystem effects رح يكون ناتج عن هذا الـ genetically modified product. We're talking about ecosystem, okay؟ طيب how about the product itself؟ الذرة اللي رح تطلع من هذا النبات إذا كانت تستخدم للأنيمال فيد أو هيومن كونسومشن
ايش السوشيال اوتكمز لها، ايش الايكونوميك اوتكمز. طيب احنا في البلد الفلاني نقدر نستخدم هاي البايوتكنولوجي produced corn وبكل برودكت عندنا اقوى وافضل. طيب في بلدان ثانيه ما عندهم القدره يستخدموا هذا النوع من النبات، وبالتالي الذره اللي عندهم راح تكون كواليتي اقل تبعتها. ايش الايكونوميك اوتكم؟ انت راح تعمل ديستربنس في الايكونومي على المستوى العالمي، راح تعمل ديستربنس في السوشيال ديستربنس على المستوى اللوكال والدولي، وايضا ايش الاثار اللي راح تكون موجوده على الانيمال وال هيومن اللي راح يعمل كونسامشن. الان تو انسر ذيس، وخصوصا السؤال اللي حكيناه بالاول ار يو وات يو ايت، السوشيال والايكونوميك امبليكيشنز هاف بين ريزن. كثير من الاسئله اللي تتعلق بالاقتصاد والمسائل المجتمعيه نجت. وايضا طبعا احنا بنحكي اللي بيدافع عن هذا الجينيتيكلي موديفايد كروب بيحكي لك نو 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 ام برودوسينج مور اباندنت فود، بنتج لك فود بكميه اكبر و at a reduced cost والسعر ارخص و this product is medically useful and has advantage، وخصوصا لما كنا نحكي عن الفاكسينز وال proteins that can be used for medical advantages. طيب ايش الادفانتج؟ بقول لك اوكي الادفانتج it could be offset by the potential of disadvantages. يعني هاي الادفانتج اللي بتطلع عليها more abundant food, reduced cost, medically useful compounds كلها راح تعوضني او راح تخليني اغض النظر عن الديسادفانتجز الاخرى زي ال الإيكوسيستم ديسادفانتج هاي. طبعا في الكتاب بناقش لك المسألة هاي، وخصوصا بالنسبة لهاي الفراشة اللي هي المونارك بارفلايز اللي ناقشناهم في شابتر بلانت بايوتكنولوجي. فلذلك السؤال الإثيكلي الآن are these abundances in food and reduced cost والproducts اللي راح تكون medical products، هل هاي البنفتس كافية إني تجعلني أغض النظر عن الأضرار البيئية اللي راح تحدث؟ وهذا سؤال بدي أطرحه الآن، أوكي؟ وراح أرجع لنفس القائمة اللي كنت فيها شهد أحمد، شو رأيك يا شهد؟ أفنان. نعم دكتور. أفنان إيش أنت، سامي ولا فيصل؟ دكتور أنا شهد، هسه نديت علي. شهد طيب يا شهد تفضلي. دكتور بس أنا عندي النت ضعيف فما سمعت آخر إشي. والله ما سمعتي؟ طيب لازم دكتور. أفنان سامي تفضلي يا أفنان، أدري إنك مش سامعة معنا. أوكي دكتور معك. أفنان تفضل يا سامي. أفنان سامي. Yeah. دكتور إنه السؤال are you what you eat؟ إذا أنت ما سمعت السؤال. يسرى حمدان. ما سمعت صراحة. أفنان فيصل. دكتور سمير. خالد. عادل سارة زياد لا يوسف يانا فهمي ديانا ولا دانا يانا فهمي دكتور معك تفضل يا ديانا كل جواب على السؤال كمان زي زملائي ما طريقة السؤال أو ترجمته ما فهمتي؟ طيب ماشي بس أنا معك من أول محاضرة ريم إبراهيم أكابر نان محمد إباء مصطفى
نعم دكتور. تفضلي يا هبة. دكتور هلا أنا مو مع إنه ننتج هاي المحاصيل بمقابل إنها تسبب الأضرار، لأنه فينا ننتج يعني مثلاً الأنتيبيوتيك أو مثلاً الأدوية أو أي شيء تاني بدنا ننتجه من النبات أو من هاي المحاصيل بالطريقة الروتينية، بحيث إنه إحنا ما نسبب الأضرار للمجتمع لو أنتجناها بهاي الطريقة. يعني إيش الطريقة الروتينية تقصديها؟ يعني مثلاً لو بدنا نعمل البلانت إنها تصير هي اللي تصير فيها مثلاً العلاج لمرض معين، ما بنعمل هاي الطريقة، بننتج الدواء بالطريقة الروتينية، يعني مثلاً بننتج الدواء عادي. إذا أنت مش مع إنه هاي الأدفانتجز بغض النظر عن الديس أدفانتجز. دكتور ليش؟ ما أسمع. منال عمر. نعم دكتور معك. لحظة يا منال بس نعمل ميوتنج للناس اللي مش معنا، هذول اللي مشغلين ال. تفضل يا منال. ايش رايك؟ يعني انه انت قصدك انه ننتج يعني نبات بيكون ضار للبيئه واللي ضار لنا احنا. لا شكلك ما سمعت السؤال مضبوط. لا صدق ما انتبهت عليه كثير. طيب شكرا. اذا مثل ما حكت زميلتكم الان انه هذا الشيء اللي نحكي عنه، وما راح اعطيكم جواب طبعا، الجواب بيرجع للست اوف جايد لاينز اللي عندكم، انه هل احنا على استعداد انه نضحي بالخسائر البيئيه وتغيير الايكو سيستم والتاثير على البايودايفرسيتي في سبيل انه نسمح في انه ننتج غذاء بشكل متواجد اكثر وبسعر اقل وننتج برودكت احنا نحتاج لها. ما راح اعطي كلير كت انسر، الجواب يتعلق بكل واحد منا ولمجموعة القيم اللي موجودة عنا اللي بتحدد هذا الشيء. زي مجموعة القيم اللي عند الطلاب اللي بيعمل registration وبيدخل في الكورس وبيعمل ميوت لمايكروفونه وبروح بيلعب. إيش مجموعة القيم اللي عند الشخص هي اللي بتحدد الأكشنز اللي هو بيعملها. ننتقل لمسألة الأنيمال هازباندري والأنيمال تينكرينج اللي هي تغيير الأنيمالز. اوكي انت لما تحكي animal tinkering يعني بدك تغير تعمل generic modification للانيمال بدون اي specific plan او purpose، بدون اي هدف. اوكي طبعا كثير من الethical questions are raised شبيهه بالquestions اللي سئلت على ال plant modification. وايضا هل ال generic modification the products هاي اللي بيتم استهلاكها بالإنسان هل راح تأثر عليه؟ هل سؤال أقوى شوية، هل راح نصل لنقطة at which an animal might acquire enough human genes أو cells أو attributes that you would consider it human؟ يعني هل الجينيريك modifications والanimal biotechnology راح تضلها تعمل modification للجينز للانيمالز والجين modifications 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 وتعطيها خصائص لدرجة انه يوصل لمرحلة انه you will consider this animal as human. اوكي لذلك هاي اشياء كثيرة. مثلا في مجموعة من العلماء في الصين عملوا generic modification لأبقار، وهاي الأبقار it will express human milk. Human milk, similar to human milk. طيب سؤال، طيب إذا human milk هذا الإنسان اللي راح يشرب هذا الحليب من البقرة، هل أنت راح تعد هاي البقرة أمه؟ That's a question. That's a human attribute. Okay. طبعا هذا مثال مصغر، لكن generic modification if it keeps on going, you will have more attributes to animals.
هل هذا يعني انك في لحظه من اللحظات راح تعطي الانيمال اتريبيوتس انه تعطيهم حقوق شبيهه بحقوق الانسان؟ ايش رايكم؟ تفضل يا دانا. دكتور هلا in the book يعني in previous chapters احنا we've also discussed other animals that have مثلا زي the mouse example in the animal biotechnology chapter the mouse starts to express human antibodies so that they don't suffer from the human anti-mouse response but you wouldn't consider this mouse to be a human يعني okay it might gain some attributes such as having the some similar genetics to humans but يعني at the end of the day you'd have to go back to science and find out what a homo sapiens يعني what defines a homo sapiens species it's not as simple as يعني just خلاص they have the genes so they're human it's a complex answer okay شكرا تقوى تفضلي دكتور هسه انا بذهني بالنسبة للكاو تفاجأ بذهني مثلا أحيانا بيكون في أمهات لما الحوامل بس بعد ما يخلفوا مثلا بيجي الرضيع أحيانا بيكون الأم عندها مشكلة بال We know this الآن السؤال كاو ممكن تساعد بهذا تعطي هاي البقرة عشقار كأنها أم لا ابدا بس اني انا ممكن اعتبرها يعني من هاي الزاويه انه بستفيد منها من ناحيه ايجابيه ومن ناحيه اما اني انا اعتبرها واساويها بناحيه الام لا ابدا اوكي ايه تفضلي ممكن يعني اكيد مش ممكن انه احطها بمطرح الام دكتور يعني بس انه زي ما حكت زميلتي انه ممكن استفيد منها بطريقة إنه يعني تفيدني بس بدون ما أحط لها أي اعتبار مش إشي سيء ما أحط أي اعتبار بالمرة ولا أحط اعتبار إنها آزن أنمو اعتبار إن هي حدا أنا إيه إنه هي أنا مستفيد منها فقط مش إنه هي تكون مثلا بمطرح الأم أوكي شكرا حلا تفضلي دكتور أنا بتفق معاهم مع زميلاتي قبل شوي إنه يعني الإنسان بضل إنسان والحيوان حيوان يعني بستفيد منه بس ما بعتبره إشي يعني إنه إنه يعني أعتبره إنه مثلاً كحدا يعني مثل أم يعني ما يعني الإنسان بشر يعني بالنهاية في صفات معينة للبشر وفي أشياء معينة للحيوان يعني ما بقدر أحط الحيوان بمقام الإنسان تمام جميل